عندنا لو فوليم بومبي، يعني الفوليم اللي دخلناه من تافنا هنا سبيسيال كري، من نقولوا كري يعني ما ديناش من السدود، لان كما قال سي المدير كاين زوج سدود اللي قد يعطونا الماء من تافنا، كاين سد سكاك اللي جاي في تلمسان وسد بوغراره اللي جاي في تلمسان ثاني جاي حدا مغنيه، دونك هادو زوج اللي اخر. سد بوغراره هو الكبير 177 وسد تاع سكاك 25، سد تاع سكاك حاليا راه بلا راه يعني عامر، ان شاء الله رانا نطلبوا ربي تزيد شويه نو ويوقع عن دي بوردومو باسكو كاع داك دي بوردومو حنا ريكيبيرو ان شاء الله. والسد تاع بوغراره هو المزود الكبير تاعنا حاليا ما راهش فيه فوليم كبير، راه فيه 80 مليون يعني 50%. الخطره فاتت دخلتها 7 ملايين، هذه كاع اللي دخلت عطاوها لنا وريكيبيرينا منها شويه، ودروك رانا نقارب على الله بالك ان شاء الله كان ما يغيدنا ويزيد ونعاودوا ندو، باسكو الا قلنا حاليا كما قال المدير رانا في حوالي 5 ملايين اللي راهي كاينه.